في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية المخزومي وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها أو أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد عليه، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. ومن الفوائد عند هذه الجملة بيان خطر تعظيم الأكابر من الآباء والأجداد ونحوهم، والخطورة تكمن فيما إذا كان هؤلاء الأكابر كانوا على باطل، أما إن كانوا على حق فإنهم يعظمون قدر تعظيمهم، فمثل ذلك أسلافنا رحمهم الله نعظمهم ونرفع من شأنهم، لكن على الوجه المطلوب شرعا دون أن يزاد فيه، كما صنع بعض من انتسب إلى هذا الدين إذ رفع بعض الناس فوق منزلته فغلا فيه.